السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ رب تكونوا بخير. انا عمرو حسام ودي سيشن الاي سي بي سي ليفل 2 دهنهور. السيشن اللي فاتت اتكلمنا عن الريكيرجن والباك تراكنج. السيشن دي هنتكلم عن توبيك كده مختلف شويه، او مش مختلف يعني، في ناس خدته في الكليه، اللي هو البيت وايز اوبريشنز والبيت ماسكس. تمام. طيب، ببساطه ايه هي البيت وايز اوبريشنز؟ كل الموضوع ببساطة إن أنا بيكون عندي رقم ديسيمال، والرقم الديسيمال ده ببتدي أعبر عنه ببيتس. وده اللي الكمبيوتر أصلا بيعمله، يعني هو بيعبر عن الكمبيوتر ما بيعرفش غير البيتس بس. فلو عندي رقم أنا المفروض أريبريزنته بالبيتس. طيب، إيه بقى هي البيت وايز خصوصا؟ اللي أنا ببتدي أعمل أوبريشنز على البيتس دي. فهنشوف إزاي بنعمل أوبريشنز عليها، ونشوف إزاي ممكن نحول من ديسيمال لباينري ومن باينري لديسيمال. عشان مثلا لو محدش كان فاكر، فما فيش اي مشكله خالص، كده كده هنراجع الحاجات دي من الاول. طيب، هي مثلا ناخد رقم زي مثلا 10. فالعشرة ده يعني هو الديسيمال بيكون بيس 10، صح؟ يعني ليه بيس 10؟ لان انا بقدر اعبر عن اي رقم بشويه عشرات مثلا، او والريمايندر. يعني مثلا لو قلنا ده 11، فده مثلا عباره عن 1 في 10 زائد 1، فده 11. طيب، نفس الكلام هنا مع الـ binary representation. اللي انا مثلا لو عندي 10، فهنا base 2. طب ليه base 2؟ اللي انا بعبر عنه يا اما يا ب0 يا ب1. طيب، خلينا مثلا نراجع كده ازاي كنا بنعبر عن الارقام ده، او ازاي مثلا بنحول decimal ل binary. كنا بنحول decimal ل binary ازاي؟ كنا مثلا بنقول معانا هناخد ال 10 دي ونفضل نعملها divide by 2. طيب، لو ال divide ده ما فيهوش ريمايندر، او الريمايندر بقى بزيرو، فانا البيتس دي مش هتكون منوره. يعني مش منوره، يعني قيمتها هتكون بزيرو. طيب، لو في ريمايندر ساعتها البيتس دي هتكون بون. فخلينا نجرب. لو انا مثلا جيت قسمت ال10 على 2، فدي بتساوي 5. هل في ريمايندر؟ لا، حط زيرو. هتاخد الخمسة تقسمها على 2 ديك 2.5. في ريمايندر؟ اه طبعا النص، فهتحط 1. طيب، لو جينا مثلا نقسم الخمسة دي على الاتنين ونص دي على 2، طبعا احنا كنا بنكسكلود الجزء اللي هو مش صحيح، فبنحط الاثنين هنا مثلا ونقسم على الاثنين. فهنا 2 على 2 1، مفيش ريمايندر فهحط 0. هنا 1 على 2 في ريمايندر فهحط 1 وخلاص. طيب، كنا ازاي بقى بن 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 الباينري ده بيتعبر عنه ازاي؟ فكنا بنقول ان احنا بنطلع كده مثلا، وبناخد الارقام دي من تحت لفوق، وبنكتبها من الشمال لليمين كده. فكنا مثلا بنقول 1 0 1 0. حلو. طيب، احنا كنا بقى ازاي بنحول ده الباينري ديسمال، او البيتس دي بتدل على ايه؟ الزيرو دي مثلا، فبنقول هي 2 باور 0، ودي 2 باور 1، ودي 2 باور 2، ودي 2 باور 3. فكل واحده ليها البوزيشن بتاعها. طيب، هل البت ده منور؟ لا، مش منور، فمش هحسب ده معايا. طب دي زائد، طبعا زائد زائد. طيب، هل البت ده منور؟ اه، فهتبقى 2 باور 1 زائد. هل البت ده منور؟ لا، 2 باور 3 معايا عشان البت دي منوره، ف 2 باور 3 ب 8، ودي 8 زائد 2 دي 10. فده بكل بساطه ازاي كنت بحول من باينري لديسيمال ومن ديسيمال لباينري. هو موضوع بسيط، بس انا حبيت اراجعه معاكم عشان انا احتاج الحاجات دي قدام في البيت ماسكس. طيب، جميل جدا. ده بكل بساطه لو محدش عارف ايه هو الباينري ريبريزنتيشن. مثلا 5 كنا بنقول هي عباره عن 1 0 1 0، دي 2 باور 1، ودي 2 باور 2، ف4 زائد 1 بيدينا 5 كده. تمام. طيب، نمسح كده مثلا. اللي انا عايز اتكلم عنه النهارده والجديد هو البيت وايز اوبريشنز، او مش جديد قوي يعني، في ناس خدتها في مواد زي اللوجيك ديزاين او الكمبيوتر اركتكتشر والحاجات دي. فاكرين مثلا الاور والاند، اللي احنا بنستعملهم، او الايكوال مثلا، او مش بي ايكوال. دي كانت كلها اسمها لوجيكال اوبريتورز. احنا عندنا زيها بالظبط بس على مستوى البيتس، اسمها البيت وايز اوبريشنز. ودي بتكون عباره عن، خلينا مثلا ناخد اللي هي مثلا الاند. الاند دي دي في البيت وايز اوبريشن. دي كانت بتقول لنا ايه؟ اللي انا مثلا لو انا عندي رقم مثلا اي وبي، وهنا نسميها ريزلت مثلا. فخلينا نشوف مثلا الاحتمالات كلها. هنا مثلا 0 0 1 1، هنا 0 1 0 1. الاند دي بتقول لنا ايه؟ ان انا لازم التو بيتس دول يكونوا ترو عشان تتحسب القيمه 1. فهنا هل فيهم حد بت... هل فيهم حد هل فيهم هل الاثنين بترو؟ لا، فهنا هحط 0.
هل الاثنين بترو؟ لا، عشان دي ب1 ودي ب0، فدي هترجع فولس. 1 و0 ترجع 0، 1 1 هترجع 1. فدي بكل بساطه الاند اللي لازم التو بيتس دول، لازم التو بيتس اللي انا بكررهم ببعض يكونوا ب1. واه يعني ده بيحصل على مستوى البت بس، يعني كل بت قصاده يعني مثلا عندي بت هنا وبت هنا، فهو على مستوى البت بس بيعمل مقارنه على مستوى البت. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا الاور. طيب الاور دي كانت بتقول ازاي؟ مثلا ايه بي سي، نزل كده كده 0011 0101. طيب هنا الاور، هنا الاور اوبريتور بي كده كده كنا بنعبر عنه ازاي. الاور ده بيقول لو انا عندي قيمه واحده بس فيهم ترو، خلاص انا هطلع ترو. وده يعني حاجه بتميك سنس جدا، يعني فاكرين لما كنا بنعمل اور مثلا على تو كونديشنز، فلو ده رجع، لو ده رجع ترو او ده رجع ترو، فانا الكونديشن عندي كله تمام وهبتدي انفذ كل اللي تحتيه. فهنا نفس اللي بيحصل بالظبط. هل هنا في حد بون؟ لا. فهنا زيرو. هل في هنا حد بون؟ اه حد بون. اه هنا الاثنين بون. اه فدول الستيتمنت كلها ترجع ترو. طيب كان عندنا ايه تاني؟ كان عندنا الاكزور، او اه يعني مثلا عندنا الاكزور. الاكزور دي في البيتويز اوبريشن بنعبر عنها كده بالظبط. فمثلا هنا عندي ايه، هنا بي، هنا سي. فخلينا مثلا نكتب الاكزور 0101. جميل جدا. الاكزور كانت بتقول لنا ايه؟ اللي انا لو عندي بس بيت منور انا هاخده معايا. فممكن تميزوها بالاكس اللي هنا دي اللي هي اكسكلوسيف، يعني لازم يكون عندي بيت واحد بس هو اللي منور عشان اخده اللي معايا. فهنا 00 هطلع 0، هنا 01 اه تمام، هنا 1 و0 اه 1، هنا 110، لان انا لازم يكون عندي بيت بس واحد هو اللي منور. فممكن تعبروا عن اللي هي حاجه حصريه مثلا اكسكلوسيف. وده مهم جدا. الاكزور ده هتشوفوه في مسائل كتيره جدا جدا على كود فورسز مثلا وكده. وبرده ساعات بيجي في مساله كده، انتوا اكيد شفتوا الرمز ده في اي مساله على كود فورسز مثلا. فده ده عباره عن الاكزور يعني. طيب كان عندنا واحد بسيط برضو كده جدا اسمه النيجيشن او النوت. النوت ده بكل بساطه اللي انا بيكون مثلا لو عندي 0 فهيطلع 1، لو عندي 1 هيطلع 0. فبكل بساطه بينفي يعني. دول ممكن يكونوا الناس عارفاهم وفاميليار ليهم جدا، بس في بقى حاجه جديده جدا، حاجه اسمها الشيفت ليفت والشيفت رايت. طيب ايه هي الشيفت ليفت دي؟ لو انا مثلا عندي رقم زي الخمسه، خلينا نكتب الباينري ريبريزنتيشن بتاعه، فهو كان 1 0 1 0 مثلا. طيب الشيفت ليفت دي بتقول لنا لو انا مثلا جيت اعمل شيفت ليفت للخمسه، بس انا عايز اعمل شيفت ليفت للخمسه تمام. الشيفت ليفت بتاخد ايه؟ بتاخد هنا الرقم اللي انا عايز اعمله شيفت، وبتاخد هنا الفريكوينسي مثلا او الفريك يعني اللي انا عايز اعمله شيفت. طيب ايه اللي بيحصل بالظبط؟ لما اجي لو عايز اعمل شيفت ليفت ب1، فالشيفت ليفت اوبريتور ده بيعمل ايه؟ بيقول لك انا هشفت الارقام دي مره واحده بس، فهنا هضيف زيرو. طيب حد هنا يعرف كده ايه اللي حصل؟ يعني ممكن حد يبوظ الفيديو ويشوف ايه اللي حصل. لو جينا عملنا ريبريزنت الرقم ده، فهتلاقيه اللي هو هيطلع بكام؟ بيطلع ب10. فالشيفت ليفت عملت ايه؟ الشيفت ليفت ضافت زيرو على اليمين، فده معناه ان انا بضرب رقم في 2. فالشيفت ليفت دي تركايه كده، اللي انا معناه ان انا بضرب الرقم في 2 او بجيب باور في 2. فمثلا عملت شيفت ليفت مثلا الاثنين، عملت شيفت ليفت مرتين، فهنا الناتج هيكون كام؟ هتقاد زيرو هنا، فهتضرب ال 10 دي برضه في 2 فهيكون 20 وهكذا. فالشيفت ليفت دي ممكن نعملها نعتبرها اللي هي باور اوف 2 مثلا. يعني مثلا لو انا مثلا عندي مثلا 3 مثلا، فبرضه هضيف زيرو هنا، فبرضه هضرب في 2 كمان، فكده زودت الرقم بقى 40 مثلا وهكذا. نفس الكلام يعني الشيفت رايت انا بديفايد باي 2. لو هشفت رايت مره واحده مثلا ورقم 5، فانا هديفايد باي 2. فمثلا ده مثلا الباينري ريبريزنتيشن بتاع 5. فايه اللي بيحصل بالظبط؟ اللي انا بشفت رايت صح، فبقسم على الاثنين، فالبت ده بيروح، فهنا بيكون عندي كام؟ 2. فطيب مثلا لو انا شفت رايت كمان، فهيبقى مثلا عندي، احنا قلنا مثلا كده لو انا شفت رايت مرتين
فده هيطير وده هيطير وهيبقى 1 وده صح فعلا. فده بكل بساطة الشيفت ليفت والشيفت رايت. الشيفت رايت هي الديفايد بديفايد باي 2، والشيفت ليفت اللي انا مالتبلاي باي 2 تمام. وطبعا انا قلت ان انا ممكن اعملها بالفريكوينسي، يعني ممكن اشفت ليفت 20 مره مثلا، او اشفت اشفت ليفت 20 مره، او اشفت رايت 20 مره. بس نخلي بالنا من حاجه وهي الاوفر فلو، وهنشوف ليه دلوقتي. طيب لو انا مثلا يعني خلينا كده مثلا نشوف الارقام دي في الميموري بتكون عباره عن بتكون ماشيه ازاي. لو جينا مثلا نقول الانت مثلا، فالانت ده عباره عن كام بايت؟ 4 بايت. وكل البايت الواحده فيها كام بت؟ 8 بت صح. طيب خلينا مثلا نبريزنت كده مثلا بايت واحده بس، خلينا مثلا نعمل كده هنا مثلا. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ناقص واحدة تمام. دي بايت واحدة بس، يعني دي بايت واحدة من الـ4 بيتس. فلو جينا مثلا هنا نرسمهم كلهم كده بالظبط، فنجد كده هنا ونجد كده هنا ونجد كده هنا تمام. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية واحد مظبوط. طيب فده ده الانت في الميموري بيبريزنت كده. طيب دول عبارة عن ايه؟ كل بيت فيهم، احنا قلنا البايت عبارة عن 8 بيتس، فكل بيت فيهم هو اللي شايل، هو اللي شايل البيتس دي، يعني كل بايت فيهم هو اللي شايل البيتس دي. فهنا مثلا عندي مثلا هنا 2 باور 0 2 باور 1 2 باور 2 2 باور 3 2 باور 4 2 باور 5 2 باور 6 2 باور 7 وهكذا 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 لحد الكام بقى؟ لحد ال 2 باور 32. بس لو انتوا فاكرين احنا كان عندنا اللي هو مثلا لو الرقم مثلا حاجة زي الخمسة مثلا، حاجة زي الخمسة مثلا، فاحنا كنا عارفين مثلا ان الجزء ده بيعبر عن الرقم ده نيجاتيف ولا موجب. فلو هو نيجاتيف البت هتكون بزيرو، ولو هو مش نيجاتيف البت هتكون بون. فقصدي لو زيرو هيكون الرقم بوزيتيف، ولو نيجاتيف هيكون البت بون. فلو هو لو بوزيتيف البت دي هتكون بزيرو، ولو نيجاتيف البت هتكون بون تمام. فهنا الجزء ده مش مسموح لنا احنا نستخدمه، يعني هنا احنا اخرنا ال 2 باور 31، فهنا ده اخرنا، وده فعلا دي فعلا قيمة الانت يعني ماينس 1، ودي فعلا قيمة الانت. لو انا مثلا جيت اعمل 2 باور 31 فدي هيطلع لك قيمة البت اللي هي 2 مليار وحاجة تقريبا. بس احنا مش مسموح لنا ان احنا نستخدم ده، لان هنا البت ده بيعبر عن الرقم ده موجب ولا سالب. وقلنا لو هو موجب فالبيت هيكون بزيرو، لو هو سالب فالبيت هيكون بون تمام. طيب انا اصلا في البيت وايز اوبريشن ما اقدرش اتعامل غير، يعني ما اقدرش اطبق الاوبريشنز دي غير على ارقام موجبه، لان لو فاكرين احنا كنا مثلا في النيجاتيف كنا بنحاول نجيب التوز كومبلمنت والكلام ده، بس ده طبعا مش هينفع مع البيت وايز اوبريشن. فاحنا كل تعاملنا مع البيتس بيكون بالموجب. فانا محتاج المساحه دي، يعني المساحه دي تفرق معايا صح. يعني احنا هنا قلنا 2 باور 31 فده اخرنا، فهنا المساحه دي هتفرق معايا. فهنا قالوا احنا عندنا حاجه اسمها الانسايند انت. الانسايند انت دي هو الانت بس الرينج بتاعه 2 باور 32 ماينس 1، لان هو استخدم المساحه دي. بس هنا بيكون بقى عنده حاجه اللي هو مش هيقدر يريزنت رقم سالب، لان هو اعتبر خلاص ان الرينج البيتس دي كلها معانا، فهو
الرقم الانسايند مش بيكون الانسايند معناه الساين ده بيكون ليه علامه اللي هو موجب او سالب، صح؟ الانسايند لا، هو موجب بس. فهو بنحاول نوفر، بنحاول نكبر المساحه بتاعت الانت بما ان كده كده اصلا مش محتاج قيمه السالب دي. فمثلا السايند انت كانت من الرينج بتاع الانت كان من سالب 31 لحد ال 2 باور 31، فهو من سالب 2 باور 31 لحد ال 2 باور 31. فاحنا عملنا، احنا شلنا ده، فقيمة ده هتكون كام؟ يعني احنا متخيل ال 2 باور 32 ده هتفرق في قد ايه؟ فمثلا خلينا نشوف كده، لو جينا هنا مثلا sin int this unsigned، فلو جيت هنا مثلا شفته هتلاقوا ان السايند اخره 2 مليار تقريبا، حاجه زي كده، والانسايند من 0 لحد ال 4 مليار. فانا اصلا بما ان كده مش محتاج الارقام للسالب، فانا هوفر مساحه في البوزيتيف يعني. ف دي حاجه مهمه جدا كنت عايز اقول لكم عليها، اللي هو الفرق بين الانسايند والسايند، لان احنا هنحتاجها يعني. نفس الكلام برضو مع اللونج لونج، في انسايند لونج لونج، في سايند لونج لونج. لونج لونج احنا عارفين هو لحد 2 باور 64، ف عبارة عن كام بت؟ عبارة عن 8 بايت، يعني بنعبر عنه في الميموري ب 8 بايت. واحنا قلنا البايت عبارة عن 8 بتس، ف 8 في 8 64 بت. فهتكرر الكلام ده كله 4 مرات، هيظهر لك اللونج لونج ازاي بنستخدمه في الميموري يعني. طبعا لو حاجة مثلا زي 5 بتكون كده صح، بس طبعا هنا عندك زيروهات كتيره، زيروهات كتيره لحد ال 2 باور 32 دي لو انت استخدم الانسايند. بس دي حاجه يعني الاو اس بتاعك هو اللي بيحددها يعني، ساعات بيكسكلود دول بيخلي دول بس. ف على حسب بقى هنريزنت الارقام ازاي، هل 1 بايت بس على حسب المساحه يعني، فهو الاو اس هو اللي بيحددها يعني. ده كنت عايز اكلمكم في الجزء ده، عشان برضو هنحتاجه. فده كان بكل بساطة يعني ايه هي البيت وايز اوبريشنز. احنا عندنا الاند والاور والاكزور والنيجيشن والشيفت رايت والشيفت ليفت، تمام جدا. اللي كنت عايز اكلمكم عليه برضو، يعني قبل ما نخش في البيت ماسكس برضو، لو انا مثلا عايز اجيب لو انا مثلا عندي هنا 0 1 5 مثلا، وعايز اعرف اول بت ده، يعني عايز اعرف قيمته هل بزيرو ولا بون. فحاجه كده، حاجه زي كده مثلا احنا ممكن نعملها ازاي يعني. ممكن حد كده مثلا يبوز الفيديو ويفكر ازاي ممكن نعرف حاجه زي كده بالاند والاور والحاجات اللي احنا خدناها دي، تمام. لو انا عندي بت هنا في الاخر وعايز اعرف هل هو 1 ولا 0، فبكل بساطة ممكن اعمل له اند مع الواحد، صح؟ يعني لو عملت له اند مع الواحد، فلو ده بواحد الاند هيرجع 1، لو هو بزيرو مثلا كده فالاند هيرجع ايه؟ هيرجع زيرو. فكده هعرف ان البت ده منور او مش منور يعني، ودي برضو هحتاجها في البت ماسك. تمام، ده كان اوفر فيو كده على البيت وايز اوبريشنز. احنا اتكلمنا عن الاور والاند والاكزور والنوت والشيفت رايت والشيفت ليفت. طيب خلينا كده مثلا اديكم سؤال بسيط. مثلا لو انا عندي رقم زي كده مثلا، خلينا نقول 0 1 0 0 1 0 مثلا، خلينا نقول مثلا اللي انا عايز اعرف، او خلينا نجيب ده كده هنا مثلا، عايز اعرف في كام واحد منور في الرقم ده، يعني عايز اعرف في كام بيتس منور. فممكن تعملوا بوز الفيديو وتفكروا كده مثلا حاجه زي كده ممكن اعملها ازاي. خليني افتح الاديتور، تمام. فانا دلوقتي عايز اعرف في كام، عايز اعرف في كام واحد منور هنا.
عايز اتاكد بس اللي هو بيسجل. تمام طيب خلينا مثلا نكتب الرقم هنا. هنا مثلا 010110 مثلا. ممكن هنت لو انا افكر في موضوع الشيفت رايت او الشيفت ليفت. طيب خلينا نشوف كده حاجة زي كده مثلا ممكن نعملها ازاي. لو ده رقم مثلا عايز اعرف فيه كام بت منور، ممكن حاجة زي كده اعملها ازاي. اللي انا مثلا ممكن اعمل لوب ونفترض مثلا خلينا ناخد الرقم ده مثلا في الانبوت، او خلينا مثلا عشان نكون عارفين قيمة الرقم ده بالظبط مثلا. في حاجة اللي انا ممكن اعمل هنا زيرو بي واديله الباينري وهو هيحوله لديسمال. فده 22 ماشي. يعني نعتبر مثلا ان ال n دي ب 22. انا عايز اعرف في كام بت هنا منور. انا هعتبر انت عملت بوز الفيديو وفكرته فيها. بس انا ممكن بكل بساطه اعمل لوب، واللوب ده هيفضل شغال لحد ما ال n دي مش بتساوي الزيرو، يعني اكبر من الزيرو. طيب انا محتاج اعرف في كام بت. فانا ممكن بكل بساطه كل مره اعمل اندنج مع ال 1 واشوف هل ده منور ولا لا. طب لو مش منور خلاص انا هعمل شيفت ايه، هعمل شيفت رايت واشيل ده واشوف واقارن واعمل اندنج تاني هل ده منور ولا لا. طيب ده منور فهيكون مثلا معايا انسر وزاد عليه. فهنا مثلا ممكن اقول if ال n هنا لازم البيت وايز اوبريشن لازم اعملها في قوس خاصه بيها. يعني فاكرين مثلا الشيفت ليفت والشيفت رايت دي كانت عامله زي السي ان، فاكرين لما كنا بنعمل سي ان، فعشان الكومبايلر ما يتلخبطش احنا بنحاول نحطها في قوس عشان الكمبيوتر يفهم البيت وايز اوبريشنز بتاعته هنا. يعني فهنا مثلا ممكن اعمل ايه، ممكن اعمل لو ال n اند 1، لو ال n اند 1 دي بتساوي 0 بتساوي 1. يعني هي لو بتساوي 1 خلاص يبقى ده كده انا معايا بت هنا معايا بت منور. طيب فهنا مثلا انا مش محتاج اعمل بتساوي دي هنا. هنا لو هنا ب1 خلاص، فلو هي بتساوي 1 هزود الانسر صح. ومحتاج اعمل ايه بعد كده، محتاج اشفت ال n دي رايت صح عشان اشوف البيتس اللي جايه صح. فهنا هشفتها رايت. الشيفت رايت ممكن اعمله كده. وممكن فاكرين مثلا لو كنا بنجمع حاجه كنا بنعملها كده صح، فممكن برضو اعملها كده عادي. فهنا هنا كل مره بشفت البت وهكذا لحد ما اشوف هو عندي كام واحد، وكل مره بقارنه بعمل اندنج مع ال1 واشوف لو ال 1 اند 1 فهنا هيطلع واحد. طب لو 0 اند لو هنا مثلا 0 مثلا هو اعتبرنا ان هنا 0 0 اند 1 هنا هيطلع 0. فهنا انا بعد في كام بت معايا. فهنا مثلا لو عملت الانسر فال 22 احنا كنا كاتبينها كانت فيها كام بت، 3 بت. فلو دخلت 22 هيطلع 3. وجينا مثلا ندخل 5 المفروض يطلع 2، 10 مثلا. طيب حد يعرف التايم كومبلكس كام؟ ممكن تعملوا بوز للفيديو مثلا. التايم كومبلكس هنا لوج ان بيس 2، لان انا كل مره بقسم على الاثنين يعني صح. يعني احنا قلنا الشيفتنج رايت دي كاني كل مره بقسم على الاثنين صح. فانا كاني هنا عملت اكني قسمت، فهنا اللوج ان يعني هتاخد لوج ان بالظبط عشان اوصل لزيرو واللوب يقف. طيب هل انا لو انا عايز اعد عدد البيتس مطلوب مني اكتب ده؟ لا. في ميثود اسمها يا رب افتكر اسمها بيلت ان بوب كاونت. بيلت ان بوب كاونت دي بتاخد ال ان وبتقول لك هو في كام بت منور. فهنا مثلا عملنا 20 هيطلع 2، عملنا 22 ثلاثة مظبوط. فالبيلت ان بوب كاونت دي ميثود بيلت ان في السي بلس بلس بتعرفني انا عندي كام بت منور يعني بكل بساطة. طيب جميل جدا. كنت عايز اتكلم ايه تاني قبل ما نخش في البيت ماسكس. تمام خلينا ناخد مثلا مسألة عن الموضوع ده. في شوية تريكس كنت عايز اقولك عليها.
او هي تركية يعني. او طبعا الموضوع مش تكنيك مثلا معين او توبيك، لا انا بحاول افكر في رقم معايا كبيتس يعني. يعني بحاول افكر في كبيتس ازاي ممكن بالبيتس دي اجيب الحاجه اللي انا عايزها يعني. يعني هنا مثلا كنت عايز اعد كام في كام وان في البيتس دي، فقعدت اعمل شيفت رايت واعمل اند مع الوان واشوف هل لو طلع الاند ده بترو فكده انا معايا بيت، لو مش معايا فهطلع زيرو وهكذا. طيب لو انا مثلا في الاكزور، لو انا عندي مثلا الاي اكزور بي رقمين مثلا، وانا عارف ان قيمتهم هتساوي سي مثلا، فخلينا مثلا هنا نقول مثلا ان ال اي دي مثلا بتساوي 5 مثلا، والبي دي بتساوي 6 مثلا، وعملت ايه اكسور بي مثلا. طلع 3. طب ليه طلع 3؟ يعني خلينا مثلا نعمل ال A يعني لها represent، فال A هتكون كده مثلا، وال 6 هتكون كده، هتكون كده. لو جينا نعمل اكزور، فاحنا قلنا الاكزور محتاجين بت واحده بس تكون من ورا، فهنا انا هنا بعمل بقى كومبارزن ما بين بت باي بت. فهنا مثلا هيكون 1، هنا هيكون 1، هنا هيكون 0، هنا هيكون 0، وده فعلا هيطلع 3. طيب في حاجه بتقول لي بقى لو انا عندي ال A اكزور بي انا عارف قوتها مثلا، اللي هي طلعت 3 صح، وانا عارف قوتها اللي هي 3. في حاجه بتقول لو انا عندي ال A اكزور بي بتساوي سي، يبقى انا كده اقدر امبلايز ان مثلا ان الاي اكزور سي هتساوي بي، وان البي اكزور سي هتساوي ايه. ودي ايه هتشوفها في مسائل كتيره وبتيجي كتير يعني، هي بروبرتي مهمه بصراحه يعني. حاجه زي كده جت لنا في الاي سي بي سي، كانت مساله كان عايز يشوف في كام بير يعني بيحقق حاجه معينه، فكانت اللي كان عارف البروبرتي دي هيحل المساله. فهي مهمة جدا يعني. لو انا عندي ال A اكزور B بتساوي C، يبقى ال A اكزور C هتساوي B، وال B اكزور C هتساوي A. خلينا مثلا نجرب حاجة زي كده. احنا قلنا مثلا ان C ب 3 صح، لو عملت ال A اكزور C هتدينا المفروض تطلع 6 مظبوط، هي طلعت 6. طب لو عملت ال B اكزور C المفروض تطلع 5 مظبوط، طلعت 5. في تريكس كتيرة بس طبعا انت مش بتحفظهم، انت ممكن وانت بتحل مسألة تشوف انت عايز تعمل ايه وتحاول تجرب تعمله بيتس يعني. خلينا مثلا نقول ان انا عندي مثلا احنا قلنا مثلا الستة مثلا، مثلا الستة احنا قلنا اللي هي كده صح، وانا مثلا عايز اغير قيمة اول بت دي، عايز اخليها بوان مثلا، عايز اخليها بوان. فايه اللي انا هفكر فيه؟ اللي انا هفكر فيه اللي انا اشوف رقم بحيث لما مثلا اعمل اورنج مع ده يضيف لي هنا 1 يطلع لي الناتج فيه 1، فايه هو الرقم ده؟ الواحد. فهنا مثلا هحط الواحد، وعايز اعمل ما بينهم ايه؟ اند صح؟ فلما اعمل اند لما اعمل اور قصدي مع الواحد، فده هيديني الرقم اللي انا عايزه كده صح؟ لان 0 اور 1 فده هيرجع ترو وهكذا. طيب لو انا مثلا عايز اغيره في اي بوزيشن هنا مثلا، لو مثلا هنا عندي 0 وعايز اغير ده، فبكل بساطة مثلا لو هنا عندي ال A مثلا بتساوي 2 اللي هو ده، فممكن بكل بساطة اعمل ايه؟ هشفت ليفت يعني، هشفت ال 1 دي ليفت لحد ما توصل مثلا هنا. فهنا عشان توصل هنا هشفت ليفت كام مرة؟ هقد 0 كام مرة؟ هقد 0 مرتين صح؟ فهتيجي هنا بعد كده اعمل ايه؟ اورنج صح؟ فممكن بكل بساطة اعمل كده مثلا، اعمل A، او مثلا اقول ال A دي هتساوي، هعمل اور، هعمل اور مع ال 1 وشفت ليفت مرتين مثلا. لو جينا نطبع مثلا قيمة ال A، يعني دي ما حسبتش تطلع كام، بس المفروض تطلع 6 تقريبا. تطلع 6 المفروض، طلعت 6 لان انا الناتج بتاعي هيكون هنا، يكون 0 1 1 0. فان انا عملت ست لبت في بوزيشن معين يعني. ف دي هتلاقي تريكس كتير من دي،
بس انت مش محتاج تحفظها، بس ممكن اسيب لكم كده لينك البلوج فيها حاجات حلوه ممكن تشوفوها مثلا، فيها تريكس كويسه يعني، لو حد مش هيعرف يستنتج قوي، او ممكن تقروها يعني، انصح لكم تقروها عشان ممكن تستنتجوا حاجات بعد كده في مسائل لوحدكم يعني. انا ما اتكلمتش عن اللي انا يعني اللي هي ازاي اعبر عن الاور والاكزور في الكود. بكل بساطه هنا مثلا الاكزور بعمل، احنا قلنا كده لو انا مثلا عندي اي و بي مثلا، انا عايزك كده عشان لو حد اول مره يشوف الكلام ده يكون معانا. فهنا مثلا هنا عملت اكزور يعني، دي علامه الاكزور، وقلنا لازم اعمل احاول اخليهم في اقواس عشان الكومبايلر يفهم. لو انا عايز اعمل اند مثلا فكده مثلا، لو عايز اعمل دي اور قصدي، لو عايز اعمل اند مثلا هيكون بنفس الشكل ده. فدي كده اور و اند، ودول هنحتاجهم في البيت ماسك. ف يعني لو حد عنده سؤال في دول يبعت على الجروب ويعرفني. يعني مثلا هنا ندخل مثلا ارقام، تمام. احنا قلنا بقى احنا عندنا برضو الحوار موضوع اللي هو unsigned int، ده بيتكتب كده مثلا unsigned int ايه مثلا. طب عايز اعمل unsigned long long فاقول unsigned long long مثلا. احنا قلنا ده بيوفر معانا في الميموري، بيوفر معانا قصدي سبيس زيادة لو انا عايز استخدم positive numbers اكبر. قلنا مثلا ال int ده الرينج بتاعه من سالب سالب 2 باور 31 مثلا لحد ال 2 باور، فانا اصلا مش محتاج الجزء النيجاتيف ده، فبكل بساطه هشيل ده كده، وده هيكون يعني لما بشيله فهيكون ده كان 2 مليار تقريبا، فده هيكون 4 مليار وحاجه يعني، اكني زودت تاني 2 باور 31 تاني، فهيكون 2 باور 32 ميك سنس. لو هو 2 بار 32 انا خدت اخر بيت معايا، لو فاكرين الرسمه انا خدت هنا بدل ما البيت ده كان محجوز للاو اس عشان هو يقرر ده الرقم ده نيجاتيف ولا سالب، فبقى معايا بقيت بستخدمه مع البوزيتيف نمبر. طيب ممكن ناخد مساله كده مثلا على البيت وايز، لو هنا مثلا مثلا المسألة دي هنا بيقول ان انا هديك اي و بي من 0 ل 255، وعايز يعرف عايز يلاقي رقم سي بحيث الاي اكزور سي تساوي البي. فهنا بيقول ان هو ممكن اعمل بروف ان السي دي على طول هتكون موجودة يعني. في حاجة زي كده مثلا احنا ممكن نعملها ازاي يعني، احنا مثلا مديني اي و بي عايز يعرف لو الاي اكزور سي هتدينا بي، فايه هي السي دي بقى، عايز يعرف قيمة السي دي، فهو مدينا الاي و بي وعايز يعرف قيمة السي دي. فخلينا مثلا نكتبها، في مشكلة في النت، مش مشكلة، خلينا نفتح البين بتاعتي. فهنا مدينا مثلا ال A اكزور عايز نلاقي سي ويكون نون نيجاتيف بحيث ال A اكزور سي دي تدينا ال B. فايه هي قيمة السي دي؟ هو مدينا ال A و B، فممكن تعملوا بوز للفيديو و تفكروا فيها. طيب بكل بساطة دي نفس البروبرتي اللي احنا خدناها، اللي انا لو عندي ال A اكزور B مثلا بتساوي سي، فال A اكزور سي هتدينا بي، فهو مديني بيقول لي ان ال A اكزور سي بتساوي بي، فخلاص انا ممكن اعمل اكزور ال A مع ال B فهيدينا سي، فبكل بساطة هعمل كده يعني ممكن اعمل كده A و B، وهنا هعمل سي اوت ال A اكزور B. مش عارف النت شغال ولا لأ، بس لو جينا مثلا 3 و 6 تدينا 5، لو جينا مظبوط
لو جينا هنا مثلا ال 10 و 12 هيدينا 6. طيب احنا ممكن نجرب نصمتها، نعملها سبميت. الباسورد غلط ليه؟ تمام. ممكن اعمل سبميت هنا. خلي بالكو ال اتكودر الجي سي سي ده بيجيب تايم ليميت، فاستعملوا الكومبايلر بتاع السي لانج ده. ساعات كان بيجيب معانا تايم ليميت على في جادج او التاني. العكس، هو ده كومبايليشن ايرور. ليه كومبايليشن ايرور؟ تمام، العكس، معلش. سبميت الجي سي سي. الحوار ده حصل مع سبوتش مش مع اتكودر. تمام، اي سي. طيب، لو جينا مثلا ناخد مسألة تانية. مسألة زي دي مثلا، كود فورسز بيعاني. تمام. المسألة دي بتقول انت بتحب البكتيريا وعايز تربي شوية بكتيريا في بوكس، فانشر البوكس ده مفيهوش ولا بكتيريا. وفي كل مرة الصبح انت تقدر تحط اي نمبر انت عايزه من البكتيريا، وكل نايت البكتيريا اللي موجودة في البوكس دي بتسبلت تو بكتيريا، فاللي هي بتتضاعف يعني بتمالتيبلاي. فانت بتهوب ان انت تشوف اكزاكتلي اكزاكت بكتيريا ان ذا بوكس ات سام مومنت يعني. فعايز المينيمم نمبر اوف بكتيريا اللي انا اعمل لها اد في البوكس ده بحيث اشوف الاكس دي موجوده. فهنا مثلا الخمسه دي، خلينا مثلا نرسمها. طيب عبال ما يفتح بقى، لو جينا مثلا نعبر عنها، فال الخمسة دي هم ادينا الاكس بخمسة، وعايزنا في سام مومنت نشوف عدد البكتيريا بخمسة. فهو قال لي ان الشيل البوكس ده فاضي، فمثلا هنا البوكس ده اهو. فهنا خلينا مثلا نقول البوكس اهو دلوقتي، فهنا حطيت فيه بكتيريا في اول مرة. بعد كده تاني يوم البكتيريا دي هتضاعف صح؟ تبقى كده. طيب وتالت يوم هتبقى كام؟ أربعة. طيب هو عايز يشوف خمسة صح؟ يبقى انا المفروض كمان اعمل ايه؟ اضيف بكتيريا انا من عندي صح؟ فاد بكتيريا فبقت خمسة. فالمينيمم نمبر اوف بكتيريا، المينيمم نمبر ايه اللي انا ضفته؟ اتنين. فانا في الايام دي ستة ضعف، ما ضفتش بكتيريا. واول ما وصلت للاربعة ضفت خمسة، اول ما وصلت للاربعة ضفت واحد عشان اوصل للخمسة. فالمينيمم نمبر اوف بكتيريا اتنين، اللي انا ضفت هنا واحد وانا ضفت واحد. طيب اكزامبل تاني مثلا زي الايه مثلا اللي كان مكتوب هنا، التمانية. التمانية مثلا اهي، هو ضاف واحد في أول مرة خالص. هي لو لاحظنا التمانية دي هو كل مرة بتملتبلاي صح؟ فهنا هتبقى اتنين أربعة تمانية. طب هل هو محتاج يقعد بكتيريا تاني؟ لا، لأن هو وصل للديزايرد سوليوشن خلاص، هو مش محتاج يقعد بكتيريا تاني. فبكل بساطة هنا يعني لو جينا فكرنا فيها، ايه اللي هو عمله؟ لو جينا فكرنا فيها جريدي، هو عايز يشوف، عايز يعرف اقل عدد من البكتيريا اللي انا ممكن اضيفه. فلو لاحظنا هنا هو في الخمسة مثلا، لو جينا مثلا نعمل لها باينري ريبيتيشن، هنا هتلاحظ ان الخمسة دي هو عايز يوصل الخمسة. فأول مرة هو ضاف كان واحد، بعد كده ساب البكتيريا تكبر، بعد كده راح جاي ضيف ال 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 او الواحد في الآخر يعني. او هو ساب مثلا سابها تكبر تكبر لحد ما وصلت الأربعة، بعد كده عمل اد للواحد في الاخر. فهو عايز يعرف المينيمم نمبر اوف بكتيريا تو اد يعني. ده بكل بساطه السوليوشن اللي انا ممكن احسب فيه كام واحد في الخمسه دي، او في كام واحد في ثمانيه، وكده كده ده هيوصلني للسوليوشن يعني. ده تفكير جريد شويه. فلو عايز اعرف عدد البيتس مثلا، فممكن
بالميثود بتاعت البيلت ان بوك كاونت دي. اند لاين بيلت ان مكتوبه غلط. بيلت ان بوب كاونت. فوجئنا دخلنا الخمسة 2 مظبوط، قول 8 طلع 1. فده بكل بساطة يعني، وممكن نعملها بالفانكشن يعني، اللي هي فاكرين الفانكشن اللي انا كنت بقى لو عايز اعد عدد بيتس اقول واي ان اتش بتساوي 0. وهقعد اعمل ايه؟ هعمل اندنج مع ال 1 وازود الانسر وهكذا، بعد كده شفت رايت. بس ليه يعني اوجد دماغي ممكن بكل بساطة اعمل دي وخلاص يعني. فلو جينا مثلا نجرب نعمل سبميت، تمام اي سي. طيب خلينا بقى نتكلم عن البيت ماسكس، وده التوبيك الاهم حاليا. طيب انا عايز بس اشوف مشكلة الوايت بورد دي. طيب لحظة يا شباب معلش. طيب الوايت بورد اعتقد فتحت. تمام ماشي. خلينا كده كده هنا، عايز اشوف بس ده بيسجل ولا لا. هو كان جايب على الوايت بورد. تمام ثانية اشرب ميه. طيب اللي انا عايز اتكلم عليه النهارده حاجه اسمها البيت ماسكس. فانا كنت كل ده بشرح في البيت وايز عشان انا محتاج الحاجات دي في البيت ماسكس. البيت ماسكس باختصار يعني ممكن نستخدمه في حاجه اسمها الكومبليت سيرش. فاكرين الكومبليت سيرش لما اتكلمنا عنه في السيشن بتاعه الباك تراكنج وريكيرشن، انا كنت بقعد اسرش على بوسيبل ويز اللي انا هجيب desired solution مثلا احاول ادور عليها يعني. فاكرين مثلا حاجه زي المساله بتاعت ال ال اي اس نزلت معاكم في شيت، او انا غالبا حليتها معاكم مش فاكر بالظبط. بس المساله دي كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحاول نجيب اللونجست انكريزنج سب سيكونس صح؟ كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحاول زي كده ياخد الايمنت ده ماخدوش معايا صح؟ كنت بحاول اجنريت كل السب سيكونس واخد الماكسيمم لينس فيهم. البيت ماسك يعني فاكرين مثلا لو احنا مثلا جينا في رقم زي 5 مثلا، هحاول كده اقرب ده رقم زي 5 مثلا. انا عملت له ريبريزنت لايه؟ لباينري صح؟ ده اسمه ماسك. طيب انا دلوقتي عملت ريبريزنت الخمسة بشوية ارقام باينري صح؟ فده اسمه ماسك يعني. طيب لو انا مثلا عايز ريبريزنت اري بماسكس مثلا، يعني عايز ابريزنت ارقام في اري اعبر عنها بماسك مثلا يعني. هنشوف ده دلوقتي كده في مسائل يعني، احنا قاعدين في البيت ماسك شويه. حاجه مثلا المصطلح مثلا بتاع البيت ماسك ده ممكن استخدمه في ايه؟ لو انا مثلا عندي
شوية بيتس 0 0 0 0 مثلا، يعني افترض كده مثلا. والبيتس دي مثلا عايز البيتس دي مثلا عايز انا مثلا هكون عارف ان اول بيت ده هيكون شايل بوليان مثلا اسمه تشيك 1 مثلا، وده تشيك 2 وده تشيك 3 وده تشيك 4 وده تشيك 5 مثلا. فهل لو انا مثلا عايز اعرف انا اعرف البيتس دي او البوليان دي ترو ولا فولس، هل هو ده كارت الفاريبلز دي كلها او مثلا هعمل اري؟ فبكل بساطه انت ممكن نعمل لها ريبريزنت از انت مثلا، يعني هعمل ماسك، الماسك ده هيعبر لي هل البوليان ده بترو ولا فولس. لو هو ب1 يبقى ترو، لو هو فولس، لو هو ب0 يبقى فولس، وهكذا. فانا كده بوفر في الممر يعني. بصراحه السؤال ده يعني لقيت ناس كده مثلا على ريديت اتسالت السؤال ده، اللي هو ازاي تعبر عن شويه فاليوز مثلا بولينز، ازاي تعبر عنها باقل ما يمكن يعني في الميموري وهكذا. كانت حاجه شبه كده يعني. فهو باختصار استخدم البيت ماسكس يعني. طيب خلينا نشوف كده مثلا مثال على البيت ماسكس. لو انا مثلا عايز اعبر عن اري اعملها كماسك مثلا. مثلا انا عندي اري واحد، او عايز اكمبليت سيرش على اري. طيب خلينا قبل ما نخش بالحته دي، ايه هو الكمبليت سيرش؟ يعني هقوله تاني لو محدش شاف السيشن بتاعت الريكيرجن والباك تراكنج. الكمبليت سيرش باختصار انا بيكون عندي مثلا حاجه، مثلا لو افترضت ان انا مثلا عندي حاجه جريدي مثلا، مساله مثلا بتحل جريدي. ف مثلا لو انا عايز اجيب عايز مثلا افايند بير اي وجي، الاي وجي دول الصم بتاعهم يكون اكبر من ممكن. يعني عندي تو انسيز في الاري والصم بتاعهم يكون اكبر من ممكن. فنفترض مثلا ان انا مش عارف اعمل سورت مثلا من الكبير للصغير واخد اول رقمين مثلا، مثلا كده مثلا، واخد اول رقمين. نفترض ان انا مش عارف التفكير الجريدي ده، او الجريدي مثلا هنا هيفيل مثلا، يعني مش هينفع. ف الكومبليت سيرش بيروح يعمل ايه؟ بيروح يدور على كل البوسيبيليتيز. يعني مثلا يعني خلينا بس اوضح اكتر. لو باينري سيرش، لو بروت فورس قصدي، لو ايه الفرق مثلا بين البروت فورس والكومبليت سيرش؟ انا قلت الكومبليت سيرش في السيشن اللي فاتت، فعايز اعيده تاني، او عايز اعيد مصطلحه تاني عشان انا هحتاجه في البيت ماسكس وهنشوف ليه دلوقتي. البروت فورس نقدر نعتبره اللي هو بيسرش على حاجات valid، او يعني خلينا ناخد مثال مثلا. يعني مثلا تعال نشوف المثال ده. لو انا عايز اجيب ال i و j، ال two indices في array i و j، بحيث الصم بتاعهم يكون اكبر ما يمكن. ف لو حد يفكر بشكل منطقي هيقول ان انا هعمل sort واخد اول two elements. بس يعني خلينا نفكر فيها بروت فورس. لو حد هيعمل بروت فورس، فهو مثلا هيعمل for loop i لحد ال n مثلا، وهنا for loop تاني وماكسمايز، صح؟ ده البروت فورس. فالبروت فورس بيعمل ايه؟ بيسلكت تو اليمنتس ويشوفهم. الكومبليت سيرش مش كده بقى. الكومبليت سيرش بيعمل ايه؟ بيروح يجرب كل حاجه حرفيا. يعني هو فعلا بيجرب كل حاجه. بيروح مثلا يجرب على حاجات فاليد او مش فاليد. يعني البروت فورس كان بياخد حاجات فاليد، صح؟ يعني كان بياخد اي وجي بس، صح؟ الكومبليت سيرش لا. الكومبليت سيرش بيروح يدور على كل حاجه. يعني مثلا لو 1 2 3 مثلا، فهيقول 1 و2 و3، وبعد كده 1 واثنين، وكل مره يقعد بقى يقارن ايه الماكسيمم فالو هنا، ايه الماكسيمم فالو هنا، ايه الماكسيمم فالو هنا. فده الكومبليت سيرش. ده كان مثال كده صغير يعني ايه الفرق بين البروت فورس والكومبليت سيرش. البروت فورس بيحاول بيسرش حاجات فاليد، بس هو ستيل بروت فورس. الكومبليت سيرش بيسرش حاجات فاليد وان فاليد لحد ما انا الاقي الفاليد اللي انا عايزه. فخلينا ناخد مثال، يعني خلينا ناخد مثال عليها. يعني فاكرين مثلا نفسك احنا كنا بنسرش على حاجات فاليد وان فاليد، اللي انا مثلا يا تيكلي يا تيكلي واقعد ايه ماكسمايز، صح؟ خلينا مثلا هنا نتكلم لو انا عايز اعمل ماسك للاري دي. فمثال على كده مثلا، انا عايز اجنريت السب سيتس بتاعت الاري دي. فمثلا السب سيتس دي او السب سيكونس، يعني اللي انا بيكون عندي اري واقدر اريموف فيها، يعني مثلا 1 2 3، فممكن اريموف ده فالاري عندي هتكون 1 3. فالواحد 3 دي هتكون سب سيت من الاري الكبيره خالص، اللي هي 1 و2 و3. ف خلينا مثلا ناخد كده ايه هي كل الـ 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 ايه هي مثلا السب سيتس بتاعت الاري دي كلها. مثلا لو انا مثلا هنا عندي ثانيه،
لو انا مثلا هنا عندي مثلا ايه هي السبسيتس كلها، يعني مثلا كده نكتبهم. اول سبسيتس والناس اللي بتنساها عموما اللي هي اري فاضيه. حلو، مثلا ممكن يكون عندي واحد دي سبسيت، اتنين، تلاتة، تزرع عن الخط. ممكن يكون عندي واحد واتنين، تمام. ممكن يكون عندي واحد وتلاتة، ممكن يكون عندي واحد واتنين وتلاتة، ممكن يكون عندي مثلا ايه، احنا كده خدنا الواحد والاتنين، تمام. واحد اتنين، واحد تلاتة، واحد اتنين تلاتة، ممكن يكون عندي اتنين وتلاتة. فدي كل ال possible subsets، صح؟ طيب حد كده مثلا يقول لنا، او خلينا ناخد كده مثال صغير. لو انا مثلا عندي هنا، لو قلت لك مثلا عندي مثلا تيشرتين وثلاث بنطلونات مثلا، في كام اوتفيت انا ممكن اعمله؟ فممكن حد يبوظ كده الفيديو مثلا ويفكر، فهيكون اتنين في تلاتة، صح؟ هعمل اتنين في تلاتة اللي هما ست، مرة ده مع ده، مرة ده مع ده مثلا، مرة ده مع ده، ومرة ده مع ده، ومرة مثلا ده مع ده، وهكذا وهكذا وهكذا. نفس الكلام هنا، يعني دي كل السبسيت، صح؟ طب ايه هي البوسيبل ويز بتاعتها؟ هتكون يا اخد ده يا ما اخدوش، صح؟ يا اتنين في اتنين في اتنين، فهتلاقيهم تمانية، صح؟ لان يعني مرة ياخد ده يا ما اخدوش، مرة ياخد ده يا ما اخدوش، مرة ياخد ده يا ما اخدوش، صح؟ طيب حاجة زي كده انا بعبر عنها ازاي في الماسك؟ لو انا عايز اعبر عن دي بالبيت ماسكس مثلا، فممكن هنا مثلا اعبر عن ايه، دي اللي عبارة عن مثلا لو هي خلينا مثلا نقول هي كده مثلا، في عندي احتمالين، واحد وزيرو، واحد وزيرو مثلا، وهنا واحد وزيرو مثلا. فانا انا إيه هنا ايه الاحتمالات اللي عندي؟ يعني انا اخد الاليمنت ده ما اخدوش، صح؟ يعني الواحد دي، الواحد ده معناه ان انا باخد الاليمنت، الزيرو ده معناه ان انا مش باخده. فالاحتمالات هنا عندي اللي انا يا 2 في 2 في 2 اللي هي ايه اصلا، 2 باور ان، صح؟ 2 باور 3 اللي هي بتساوي كام، 8. لو جينا بصينا هنا هتلاقي ان الاحتمالات كلها طلعت كام، 8، صح؟ طيب انا ازاي بريزنت حاجه زي كده بالبيت ماسكس؟ بكل بساطه انا بقول، يعني انا بقول ايه وانا بجنريت سبسيتس، يا هاخد الاليمنت ده معايا يا مش هاخده معايا، صح؟ طيب لو انا هاخده معايا فالاليمنت ده هيكون ب1، طب لو انا مش هاخده معايا هيكون ب0. فخلينا مثلا هنا نجرب كل الاحتمالات. مثلا لو انا مثلا عندي هنا 3 اليمنت، ف ايه كل الاحتمالات مثلا الممكنه؟ يعني مثلا نيجي هنا 0 0 مثلا، 0 0 1 1 1 1، وهنا ممكن نقول 0 0 1 1 مثلا، و 0 0 1 1، وهنا ممكن نقول 0 1 0 1 0 1 0 1. جميل جدا. طيب احنا قلنا ان احنا هنعبر عن كل element في الاري دول يا ب 0 يا 1، يا 0 مش هاخده يا 1 هاخده. فهنا مثلا دي 3 زيروات، يبقى دي اول subset اللي هي فاضية، صح؟ نيجي هنا كده مثلا، دي السبسيت اللي هي فاضية. طيب هنا 0 0 1، طيب ايه الاليمنت اللي هنا اللي منور هنا، البيت بتاعه منور هنا؟ التالت، صح؟ فانا هروح ابص لو ده، لو ال1 ده منور في البوزيشن ده، فانا هروح ابص على البيت ده هنا. يعني لو البيت ده منور في المكان ده، انا هروح ابص على الاريه الاصليه واخد الاليمنت ده معايا، فهنا هيكون ايه؟ 3 بنعتذر عن الخط. يعني مثلا خلينا نكتب السبسيت هنا الكاملة فوق. طيب هنا هيكون ايه اللي منور؟ الاتنين، البت ده منور في المكان ده، صح؟ طب ايه اللي بيمثله في الاريه التانية؟ الاتنين، صح؟ فهاخد الاتنين معايا. انا كان نفسي الشاشة دي تكون لايف بجد، بس انا فعلا معرفتش. طيب هنا ايه البت اللي منورها؟ ال 1 1، صح؟ فهنا ده هيكون معايا 1 وده هيكون معايا، هيكون 3 و2. طيب هنا ايه البت المنوره؟
مكانها فين هنا في الاريه؟ الواحد صح، خدها معايا. طيب دي ودي اللي هو ده وده وواحد زرات، فخدها معايا. واحد وتلاتة. طيب هنا البيتس المنورة هتكون ايه؟ واحد واتنين صح؟ دي المفروض هنا ون. طب وهنا هتكون واحد واتنين وتلاتة. هنا كلها بحيرات، الماسك ده كله بحيرات، فكل الأريه دي كلها معايا. فهنا دي كل البوسيبل ويز، يعني لو جينا عدناها هتلاقيها كام؟ مثلا زيرو، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. من زيرو سبعة لتمانية، فقلنا اللي هي تو باور ان، او ممكن نقول هي يعني انا ايه البوسيبل ويز كلها هتكون تو باور ان، بس انا قلنا لها هعبر عنها بالماسك الصح او بالبيت ماسك الصح. فانا هعمل ماسك مثلا، فاول ماسك عندي هيكون للبيت اللي هي للست اللي هي فاضيه صح، فهمشي من اول تو باور ان لحد من تو باور ان لماينس 1. فدي كل البوسيبل ويز، يعني عشان اقدر اجنريت كل السبسيتس دي فانا هجنريت ماسكس من اول الزيرو لحد التو باور ان ماينس 1، اللي هي من اول الزيرو لحد السبعه، اللي هي لو هنا بتلاته فتو باور ان بتلاته اللي هي بتمانيه لحد ال ان ماينس 1 فاللي هي بسبعه. فانا عملت ماسكس لحد من زيرو لحد السبعه، وكل مره بشوف لو ده منور هاخد امتى معايا، طب لو ده منور هاخد معايا، لو دول كلهم منورين هاخد ده معايا. طب دلوقتي انا كنت قلت لكم ازاي ممكن اعرف لو في بت منور ولا لا صح؟ طيب انا ازاي اعرف مثلا ان الاليمنت ده مثلا، يعني هنا مثلا انا عارف ان الاليمنت ده منور، يعني ممكن اعمل له اند مع الوان وهعرف هو منور ولا لا. طب لو عايز اعرف مثلا البت ده مثلا منور ولا لا، عايز اعرف البت ده، هنا اكتبها بشكل هنا احسن، لو انا عايز اعرف البت ده منور ولا لا، فهنا ممكن اعرف ازاي هو منور ولا لا. ممكن تعملوا بوز للفيديو مثلا وتفكروا. مش انا ممكن ببساطة لو انا عايز اعرف لو مثلا لو جينا رجعنا مثلا ال 2 باور 0 مثلا كانت عبارة عن ايه؟ 1 و 0 و 0 و 0. طيب ال 2 باور 1 كانت عبارة عن ايه؟ 0 1 0 0. طيب ال 2 باور 2 كانت عبارة عن ايه؟ 0 1 0 0. طب ال 2 باور 3 كانت عبارة عن ايه؟ 1 0 0 0. طيب انت ليه بتقولي كده؟ هتعرف دلوقتي لو انا مثلا هنا قلت ان انا عايز اعرف البت ده منور ولا لا، فهنا ممكن اعمل ايه؟ عايز اعرف المكان ده منور ولا لا، فهنا ممكن اعمل ايه؟ مش انا ممكن اعمل له اندنج مع التو باور 2 هنا، فهنا ممكن اعمل اندنج مع التو باور 2 وساعتها اعرف البت ده منور ولا لا. طب لو انا مثلا عندي بت زي كده مثلا وعايز اعرف ده منور ولا لا، مثلا يعني لو عايز اعرف ده منور ولا لا، طيب مش انا ممكن هنا اعمل اندنج مع ال 2 باور 3، فلو جينا نكتب 2 باور 3 هدي كده، ولو جيت اعمل اندنج فساعتها ده هيطلع ترو، فساعتها هعرف ان البت ده منور. طب لو ما البت ده يكون منور انا هعمل ايه؟ هروح ابص على الاري مثلا، لو اتمنى ده مكانه 2 مثلا هروح ابص مين هنا في بوزيشن 2 مثلا، او مين هنا في البوزيشن ده، ساعتها هاخده معايا. طيب في الكيس هنا بتاعتنا انا قلت لو هنا ال يعني مثلا انت عشان ما لخبطش حد ده كده حاجه زي كده الماسك اللي هو 010، ساعتها الاليمنت ده ايه الاليمنت اللي في الاريه هاخده معايا؟ الاثنين صح، لان هو موجود في نفس البوزيشن، فالسب ست دي هتكون 2 صح، يعني هنا عملت جنريت السب ست دي. طيب انا قلت ازاي اعرف البت دي منور لا، قلت هعمل اندنج صح، يعني هعمل اندنج مع ال 1 او مع ال 2 باور حاجه صح. طيب ده مش بيفكركم بحاجه او ان انا اعمل باور او اندنج لحاجه معينه؟ يعني خلينا مثلا نكتب الكلام اللي انا بقوله ده ككود مثلا، يعني خلينا نكتب اللي انا بقوله ده ككود هنا مثلا. لو جيت هنا مثلا في الاديتور علينا هنا وجيت مثلا عملت هي مثلا ناخد اريل اللي هي الاريل اللي عندنا مثلا كانت انت مثلا وفي
واحد واثنين وثلاثة مثلا. فهنا مثلا ايه اللي ممكن اعمله؟ انا عايز اجيب كل الـ possible ways صح، او احنا قلنا ايه كل الاحتمالات اللي عندنا اللي هي لحد الـ 2 باور ان صح، اللي هي possible ways 2 باور ان باور ماينس 1 صح. لو انا هبتدي من زيرو يعني، طيب فخلينا مثلا هنا نعمل فور لوب سميه مثلا ماسك، وهنا لحد الايه احنا قلنا لحد ال 2 باور ان، لحد 2 باور ان ماينس 1. طيب انا هنا بعمل ايه؟ ال ان دي عندنا بكام حاليا؟ ب 3 صح، لان عدد الاريز 3. طيب او هنا انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بشوف كل البوسيبل ويز صح، اللي هي 0 1 2 3 4 5 6 و7، زي ما هنا ما عملنا هنا في الماسك، اللي انا عملت كل البوسيبل ويز يعني. هنا خلينا نكتبها 0 1 2 3 4 5 6 7. انا هنا بطلع كل البوسيبل اوت كومز، وعايز اعرف بقى لو البيت ده نور هاخد ده معايا صح. طب ازاي حاجه زي كده اعملها؟ احنا قلنا ان احنا ممكن نعمل حاجه زي كده، ان انا اعمل اندنج مع 2 باور 0 يعني. هنا هعمل اندنج مع 2 باور 0 صح، لو عايز اعرف بيت ده نور ولا لا هعمل اندنج مع 2 باور 0، فساعتها هيطلع واحد، ساعتها هيبدأ يكون منور. طيب لو جيت هنا اعمل مثلا اندنج مع 2 باور 0، هل ده منور؟ لا خلاص، يبقى الالمنت ده مش معايا. طيب لو انا عايز اعرف مكان البت ده هيكون 2 باور كام؟ 2 باور 1 صح؟ لو انا لو جيت هنا مثلا عايز اعرف بت منور ولا لا، هعمل اندنج مع 2 باور 1 صح؟ فهنا هاجي هنا دي 2 باور 1، فهعمل اندنج هيطلع ده منور. وساعتها لو البت ده منور، البت ده بيمثل ايه في الاري؟ بيمثل 2 اللي هي دي، لان هو انا كان البوزيشن ده كان منور. فهنا بكل بساطه انا هعمله ايه؟ ان انا هعمل فور لوب من مثلا اسمه اي لحد الان، وده اللي هو هيكون ده اللي هيكون فيها مثلا الباورز اللي انا هعمل معاها اندنج، اللي هو مثلا من هنا 2 باور 2 باور 0 2 باور 1 2 باور 2، عشان اعرف مكان البت ده منور ولا لا في كل البوسيبل اوت كومز دي. فحاجه زي كده ممكن اعملها ازاي؟ ممكن اعمل احنا قلنا هنعمل اند صح، عشان اعرف البت ده منور ولا لا، فهعمل اند مع الايه ال 2 باور ايه اي، لان انا هنا بجرب كل البوسيبلز اللي هو ال 2 باور 0 و 2 باور ان 2 باور 1 و 2 باور 2. هو هنا زعلان ليه؟ 2 باور ان ده مش هستخدم باور يعني، خلينا نستخدم الباور. احنا عارفين ان الباور هنا يعني هنا الكومبلكسي اصلا، احنا ما اتكلمناش عن الكومبلكسي. يعني كومبلكسي الكلام ده لو حد جه يفكر في الكومبلكسي، احنا قلنا ان احنا بنعمل بنجنريت كل البوسيبل اوت كومز، بنعمل ايه؟ بنعمل لوب صح؟ اللوب ده هيمشي لحد الايه؟ ال 2 باور ان ماينس 1. انا ليه كل مره بكتبها كده؟ باور 2 ل ان ماينس 1 ماينس 1 يعني. وعايز اعمل فور لوب تانيه، الفور لوب دي تشوف لي هل ده منور ولا لا، هل ده منور ولا لا، هل ده منور ولا لا، في كل بوسيبل واي، في كل بوسيبل اوت كوم اللوب دي تشوف لي هل ده منور ولا لا، هل ده منور ولا لا، هل ده منور ولا لا صح. فدي كمان لوب تانيه صح. فالكومبلكس هتكون ايه؟ ان باور ان في 2 باور ان. دي هتكون كبيره جدا لو الان كبيره. فلو جينا مثلا نحسبها يعني، جيت مثلا عملت هنا افتح مثلا هنا كالكوليتر مثلا، لو مثلا قلنا الان ب 20 مثلا، في 2 الباور هنا فين 20، هيطلع لي رقم كبير او مش كبير قوي يعني. طب لو جينا مثلا هنا نزود الرقم ده لحد 30 مثلا، فتلاقي ان انا ممكن اجنريت سبسيتس لحد مثلا ال ان دي بتساوي 30 يعني. وكمان دي هتفت ايه كده بالعافيه تقريبا يعني. جيت انا عملت 30، احنا خلينا الكود فورسز 1 اي 9 صح؟ يعني 1 اي 9 لوب، ف
1e8 كمان. فهنا هعمل في باور، طب خلينا نحسب الباور لوحده، خلينا نقول 2 باور 30، ده اصلا رقم كبير يعني. لو جينا كام رقم، 3 وهنا 3، لا دي كمان مش هتعدي. فممكن اخري مثلا 2 باور 25، اه دي ممكن تعدي يعني اخرنا، اه يعني في حدود اللي هو 2 باور 25، ولسه كمان معاك n يعني تضرب في 25، فا اه يعني دي تعدي كده بالعافية يعني. الكومبلكسي متلصمة يعني، اخرك تجنريت سبسيت او تعمل كومبليت سيرش على ال n مثلا يعني. خلينا نديكوا هنت برضو، لو ال n مثلا، لو انا ال n عندي في المسألة صغيرة وعايز اجيب اسرش على حاجة يعني، عايز اسرش على حاجة او سوليوشن بيفاليد حاجة معينة، فاول حاجة ممكن افكر فيها ان انا اجرب كل البوسيبل ويز يعني، بالبيت ماسك او بريكيرجن يعني، او عامل كومبليت سيرش او حاجه تانية مثلا زي الدي بي يعني. بس لا مش دي بي قوي، لو لان صغيره ممكن ساعتها افكر في البيت ماسكس، وغالبا هيكون اخرنا 25 يعني. لو ان في الحدود دي وعايز اعمل كومبليت سيرش، فاه ممكن تعمل هنا كومبليت سيرش لو ان في 25 وتعدي يعني. طيب خلينا نرجع للكود. احنا هنا الباور دي بتاخد لوج ان اصلا، فيا دوب الكومبلكس اصلا متلصمه، فهنا انا ممكن استغنى عنها واعمل ايه؟ مش انا ممكن هنا اعمل يعني البيت وايز اوبريشنز، التايم كومبلكس بتاعتها او اوف 1، هتعمل اكزور اند شيفت رايت شيفت ليفت، هتاخد او اوف 1. فانا هنا ممكن اعمل ايه؟ مش انا ممكن هنا اعمل شيفت شيفت ليفت، واحنا قلنا شيفت ليفت ده عباره عن ان انا بضرب في 2 صح؟ فانا عايز اضرب في 2 كم مره؟ 2 باور ان، فهعمل كده ببساطه، عملت شيفت ليفت ل 2 باور ان. طيب ده ممكن يجيب اوفر فلو، فممكن اعمل كاستنج لونج لونج عشان اخد عدد بيتس اكبر يعني. فهنا بكل بساطه اكني عملت 2 باور ان يعني، الباور بيساوي اللي انا عملت شيفت كام مره يعني، 2 باور 2 باور 0 مثلا يعني، 2 باور 1 هديك كام؟ 1 صح. فهنا لو ال 1 دي كده عندي يعني، خليني اشرح حته تاني، لو ال 1 دي كده عندي وعملت شيفت ليفت كده بقت كده بقت 2، لان عملت ضربت في 2 اكنها 2 باور 2 باور حاجه. فهنا بكتب انا هشفت كام مره، فانا هنا عايز اشفت كام مره؟ 2 باور، لا هشفت 2 باور ان، وكل البوسيبل ويز لحد كام؟ 2 باور ان ماينس 1 صح. فهنا دي اقل من، فكانها اقل ماينس 1 يعني. تمام، اتمنى الحته دي تكون واضحه. حلو، انا قلت بقى هنا عايز اعرف ايه البيتس اللي منوره عندي صح؟ يعني ايه المكان اللي البيتس منوره عندي بحيث اجي اخده معايا في الاري. فهنا هعمل، قلنا هعمل اندج مع ايه؟ مع ال الباور يعني، بس انا استخدم باور، ممكن اعمل شيفت ليفت مع الاي. دي هتجيب لي دي اللي هتقارن لي مين البيتس اللي منوره في الاماكن دي، زي ما شرحت هنا على الوايت بورد او البلاك بورد بقى يعني. هنا انا كنت عايز اعرف مين منور صح، فقلنا انا ممكن اعمل 2 باور 1 اشوف ده هتجيب لي البيت ده هنا، البيت ده هنا، فهعمل اندنج فهيعرفني مين اللي معايا في الاريا ولا لا. فده بكل بساطه اللي انا هعمله. طيب لو ال 2 باور ان دي بتساوي 1 صح، لو هي بتساوي 1 هعمل ايه؟ ممكن هنا مثلا اعمل سبسيت مثلا يعني، السبسيت ده احط فيه السبسيت مثلا، لو هو منور هعمل ايه؟ لو هو منور فساعتها هعرف ان البوزيشن ده هاخده معايا. فهنا ممكن اعمل بوش باك الفيو اوف الاي، ساعتها البت ده هيكون منور. طب هو هنا ليه عامل علامه صفراء؟ لان هي لو الاندنج ده بيطلع 1 فهي خلاص يعني مش محتاج اعمل كده، فممكن اعمل كده بس. طيب دلوقتي انا خدت السبسيت ده معايا لو هو منور صح؟ ممكن ساعتها بقى عايز اطبع مثلا كل سبسيت، فممكن اعمل فور لوب مثلا. اللي اصغر من السبسيت دوت سايز، وهنا هعمل سبسيت، وهنا مثلا ممكن اعمل اند لاين يان رن. هو هنا عمل جنريت لكل السبسيتس. ممكن اعيد تاني اللي انا قلته، بس هشرب ميه. تمام، احنا هنا اتكلمنا لو انا عندي اري، فكل البوسيبل ويز اللي انا اجنريت سبسيتس هتكون 2 بار ان.
طيب واتكلمنا الماسك ازاي هخلي الماسك ده يعبر لي هل هاخد الاليمنت ده معايا في السبست ولا لا، صح؟ قلنا 0 1 ف وكتبنا كل البوسيبل ويز، فهنا البوسيبل ويز كتبناها كلها وكتبنا جنبيها السبسيتس اللي هي هتعملها جنريت، وهنا ظهر لنا مشكله. ايه المشكله؟ ازاي اللي انا هعرف ان البيتس دي منوره ولا لا؟ فقلنا ساعتها اللي انا لو جينا فكرنا بال2 باور 0 و2 باور 1 و2 باور 2 ساعتها اللي انا هقدر اعمل اندنج في البوزيشن اللي انا عايزه، وده اللي انا عملته. يعني انا مثلا هنا عايز، لو انا عندي الرقم ده عايز اعرف مكان المنوره ولا لا، طب ده موجود في بوزيشن كام من الليفت؟ في بوزيشن 3، فاعمل له اندنج مع ايه؟ مع ال2 باور 3. ولما اعمله اندنج مع ال2 باور 3 وطلع واحد، يبقى ساعتها البوزيشن ده هاخده معايا، هروح اشوف مين في اري في بوزيشن 3. طيب مين هنا مثلا في بوزيشن 3؟ الواحد، فساعتها الواحد ده هاخده معايا. وده اللي انا كل اللي انا عملته. يعني هنا حتى هنا عملت الموضوع ال2 باور، يعني هنا مثلا ممكن نستبدلها بالباور بتاع الاي الواحد والاي وهتشتغل معانا. هو دي بترجع لونج لونج تقريبا، بار اي انا عملت هنا لونج لونج تشتغل. طيب هنا هو زعلان ليه؟ انا عايز اعمل اندنج مع ده. طب لو انا مثلا جيت عملت هنا اكس مثلا باور تو باور اي وعملت اندنج مع الاكس دي مثلا، مش هي الباور دي مزعله في حاجه تقريبا. فانا هنا قلنا الباور ده بياخد لوج ان، يعني بياخد لوج ان، فاستخدمنا فكره الشيفتنج ليفت دي اللي انا حملت بلاي في اوف 1 بس. الشيفتنج ليفت دي قلنا بتوايز، اي بتوايز اوبريتور بتاخد اوف 1 بس. فهنا يعني الكود ده ممكن يكون اوفر ويلمنج شويه بس هو احسن. فهنا هعمل باور للواحد، باور لتو يعني، فبعمل الواحد باور اي. فهنا هو هنا هو هنا هيجرب، لو هو نفع مع التو باور 0 هاخده معايا، لو نفع مع التو باور 1 هاخده معايا، لو نفع مع التو باور 2 هاخده معايا، وهكذا. واستخدمنا الانج عشان اعرف ايه البتر منور. تمام. خلينا نكتب هنا عشان لو حد هيتلخبط. هنا iterating all possible outcomes مثلا، وهنا انا بشوف all valid bits مثلا، يعني منور البيتس المنورة. فهنا كل مرة بعمل اندنج مع 2 باور حاجة، وال 2 باور حاجة دي هتكون كله صفار ما عدا مثلا لو 2 باور 1 فهي هتكون 2 باور 0 فهي هتكون موجودة في البوزيشن 0، لو 2 باور 1 فهي هتكون موجودة هنا، وهنا ده المكان اللي انا هقدر اعرف منه ايه البيت المنور. ولو البيت ده منور فهاخده معايا في الاري زي ما شرحنا هنا في الوايت بورد. يعني لو هنا هو هنا منور وده الباقي كله زيرو، فساعتها ايه اللي هيتاخد معايا؟ ساعتها هيتاخد معايا الواحد. طيب لو دي ودي منوره فساعتها هاخد معايا الاثنين اللي هي موجوده في الاري الاصليه، واحد واثنين وثلاثه. انا حبيت اكد الحته دي عشان دي مهمه، وهتشوفوا ده البيت ماسك، يعني هتشوفوا اللي احنا ممكن نحل بيه مسائل كثيره جدا ونعمل بيها كومبليت سيرش. طيب ده بكل بساطة اللي أنا عملت جنريت لكل السبسيتس. خلينا نجرب تاني. تمام. طيب خلينا كده نشوف مسألة على البيت ماسكس. لو أنا جيت مثلا أخدت ده المسألة دي، المسألة دي بتقول لي إن أنا هديك إن أري أوف سايز إن، وعايزك تعمل لي جنريت لكل السبسيتس دي أسيندنج أوردر. بكل بساطة بنفس الكود حرفيا. انا هنا بس كل اختلاف في ان انا هيكون عندي فيكتور، هنا هو مديني السبسيتس دي. هنا ممكن اعمل فور لوب، وهنا هعمل فور لوب سي ان دي. طيب لا انا مش عايز دي خالص، احنا ممكن نخلي دي لونج لونج عشان برضو ما تجيبش اوفر فلو. في حاجة مهمة يعني في ناس كده بتقع فيها، ساعات السايز، يعني لما احنا الفيكتور ده بنقول دوت سايز فهو بيرجع لك السايز، صح؟ بس احيانا احنا بنعوز نيتريت على السايز ماينس 1، صح؟ الفيكتور لو السايز ده
بزيرو وانت جيت عملت ماينس 1 هيرجع لك ميموري ادرس، فانت هتلاقي نفسك بترونج كتير. يعني مثلا لو جينا نجربها مثلا، مثلا عندي فيكتور ده انسر مثلا، حلو، والانسر دوت سايز، وجيت طبعت مثلا سي اوت الانسر دوت سايز ماينس 1 مثلا، مثلا واحد واحد، هتلاقي ان هو رجع لك هنا garbage collection. ليه بقى؟ لان هنا انا مش ما عملتش assign للسايز بتاع الفيكتور ده، فهو ميموري ادريس، فتيجي تطرح منه واحد كمان فانت كده هيجيب لك garbage collection. فالحل ايه هنا؟ ان انت تعمل كاستنج لانت. فدي غلطه بيقع فيها ناس كتير، انا كنت بقع فيها كتير بصراحه، فلازم نعمل كاستنج للانت عشان ما يرجعليش السايز يعني. وهنا السايز فعلا سالب واحد، لان انا ده السايز بتاعها زيرو، نقصت واحد يبقى سالب واحد. فهنا لو هتعمل لوب وهتمشي على السايز، حاول تعمل له كاست الانت عشان ما تقعش في غلطه زي دي. تمام. طيب المساله دي هو قال انا عايز السبسيتس دي تكون ان اللي هي اوردرد، فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن مثلا اعمل 2 دي فيكتور مثلا، وكل مره بجنريت سبسيت معينه. هنا ببوش باك صح، بدل ما هنا كنت بطبعها، لا هبوشها هنا في الانسر، هعمل بوش باك للسبسيتس دي. وفي الاخر خالص ممكن اعمل ايه؟ اعملها سورت وبس، وهنا هطبع السبسيتس دي كلها. فهنا ممكن اعمل اي انسر دوت سايز، وهنا هسي اوت ال، هنا محتاجة اتريت على الانسر في اي دوت سايز، وهنا سي اوت الانسر في الاي، وهنا سي اوت ان لاين، هنا اوف جي بقى يعني عشان اكسس ال elements الموجودة في ال subset. طيب خلينا نجرب. اعتقد نفس الانبوت، نفس الاوتبوت قصدي. ما خلينا نصمت. تمام. اي سي بنفس الفكره. هنا ازاي اقدر استخدم بقى الكومبليت سيرش ده؟ هنا بيقول مثلا انا عندي اري، هديني اري اوف سايز ان، وعايز يكاونت كل السب سيتس اللي المجموع النمبرز فيها بيكون ايفن، او عدد ال، او لا مش مجموع النمبرز، عايز يكاونت كل السب سيتس اللي النمبرز بتاعها عدد النمبرز الايفن اللي فيها اكتر من الاود. فهنا ايه الحل اللي انت تعمله؟ ان انت تجنريت كل سبسيت صح، او انا كده حرقت الحل عليكم بس ماشي مش مشكله، الشيت في مسائل كتيره. بس هنا الحل ايه؟ انا محتاج اعرف كل السبسيت، بحيث عايز اعرف عدد السبسيت، بحيث ان كل سبسيت فيهم من عدد الايفن ده لو اكبر من الاود يبقى هاخد السبسيت اللي معايا، يبقى السبسيت دي فاليد. فانا محتاج اعمل ايه؟ بنفس الفكره بنفس الكود من غير ما اغير اي حاجه، انا محتاج هنا اجنريت كل سبسيت، وخلينا مثلا نمسح ده كده. يعني حرفيا هنحل مسالتين في دقيقتين بنفس الفكره. انا هنا بجنريت كل السبسيتس، وعايز اشوف لو السبسيتس دي همشي على السبسيتس دي، وعايز اشوف لو السبسيتس دي عدد الاود فيها اكتر من الايفن يبقى هعمل ايه. يعني هنا مثلا لو جينا عملنا اود مثلا بيساوي زيرو، هنا ايفن بيساوي زيرو، فهنا محتاج اعمل ايه؟ لو السبسيتس دي وفي الاي على الاثنين بتساوي صفر، زود لي الاود، زود لي الايفن، else زود لي الاود. طيب انت تكون السبسيتس دي valid او هعدها، يعني مثلا نعمل هنا انسر، لو عدد الاود، لو عدد الايفن اكبر من الاود هاخدها معايا فهزود الانسر.
بس تيجي نطبع هنا الانسر سي اوت الانسر خلينا نرن مثلا ناخد ده نجربه تمام هو طلع ست. فده الموضوع بكل بساطة ان انا بقى بعمل كومبليت سيرش على السبسيتس لحد ما لقيت ديزايرد سوليوشن يعني. تعال نصمم دي مثلا هو توبك لذيذ بطيء جدا ليه مش عارف ما علينا. في مسألة تانية بس حاول تفكر فيها يعني حاولوا تقروها اهي كده كده هنزل كل السوليوشنز بتاعت المسألة بتاعتها دي على الجروب بس المسألة دي اهي حاول تعملوا بوز للفيديو وتفكروا فيها قبل ما انا ابتدي اقول الحل يعني. وده لسه بيرن لحد دلوقتي تمام اكسبتد. ثانية هشرب مية طيب. هو بيقول ان في واحده بيوتيفول جيرل هابي مش عارف ايه و ما علينا بكل ده بيقول لك ان انا هديك اري والانسر بتاعها عايز يعرف في كل سبسيت لو الاورنج ريزلتس بتاعت كل سبسيتس دي ثانيه هو عايز يعرف الاورنج ريزلتس بتاعت اهو هو بيقول عايز يعرف الاورنج ريزلتس بتاعت كل السبسيتس دي فهو عايز يجمعهم يعني هنا مثلا واحد اثنين ثلاثة فايه كل ال ايه هي السبسيتس كلها فواحد هديك واحد اثنين هديك اثنين ثلاثة هديك ثلاثة الواحد مع اثنين هديك ثلاثة الواحد مع ثلاثة هديك ثلاثة اثنين مع ثلاثة هديك ثلاثة وهكذا فجمعهم كلهم 18 حرفيا بنفس الكود بنفس الفكرة. هنا مثلا هعمل كده انسر مثلا ممكن اعمل ريزلت وهيتريت على السبسيتس اللي انا عملتها جنريت دي بس كل مره هعمل ايه هعمل اورنج صح. فالاورنج احنا كنا بنعمله ازاي بنعمل كده مع الايه الفالو بتاعت السبسيتس دي فهعمل كده. طيب انا محتاج اجمع ريزلت صح فهعمل هنا هجمع ريزلت بس وهسي اوت الانسر حرفيا بنفس الكود ده الكومبليت سيرش اللي انا بعمله اللي انا عملت كومبليت سيرش على كل السبسيتس وجبت الريزلت بتاعتهم كلهم تطلع 18 واجي نعمل سبميت تمام ايزي. طيب خلينا ناخد المسألة دي برضو. المسألة دي حاولوا تعملوا بوز للفيديو وفكروا فيها. المسألة دي احنا حليناها قبل كده بالريكيرجن والباك تراكنج وهي ليها حل على فكرة باين سيرش لوج ان حل الريكيرجن كان 2 باور ان تقريبا كان 2 باور ان حل الباين سيرش ان لوج ان ده طبعا اسرع بكتير وفي حل ليها حل دي بي كمان مع اللارج كونسترينز بس هنا اللارج كونسترينز بتاعتها صغيرة. فزي ما قلت لكم الهنت كده ان انت لما بتلاقي كونسترينت صغيره انت تقدر تعمل كومبليت سيرش على المساله يعني. هنا هو بيقول لي هديك ليست اوف اري وعايز يجيب اكبر لينس اكبر لينس از سب سيكونس يعني السب سيكونس ده لو انا مثلا هنا عندي واحد واثنين وثلاثة مثلا وخمسة فهنا ايه اكبر سب سيكونس هتاخد الواحد بعد كده تاخد الاثنين بعد كده تاخد الثلاثة بعد كده تاخد الخمسة. طيب خلينا ناخد مثلا المثال اللي هو كان كاتبه هو كان مدينا ايه واحد اربعة اتنين اربعة تلاتة فهنا واحد اربعة اتنين اربعة تلاتة. طب لو جه حد يفكر فيها جريدي هيعمل ايه لو حد فكر جريدي فهو هياخد اقل رقم فهو لو جه ياخد اقل رقم مثلا
خلينا مثلا ندي مثال الجريدي فيها الفيل مثلا. لو انا جيت هنا قلت ثانية افكر في تست كيس واحد مثلا 5 6 7 وهنا 1 2. حلو، لو جه حد فكر جريدي في الاكزامبل ده مثلا هيقول ايه؟ انا هاخد ده اقل رقم، هاخد اقل رقم كده، هاخد تاني اقل رقم طبعا كونتيني عشان ده سب سيكونس، كده هاخد 7. طب هل 7 ده اكبر سب سيكونس؟ لا، لان انت عندك هنا الواحد واثنين وثلاثه واربعه، اكبر سب سيكونس يعني هيطلع باربعه وده هيطلع بثلاثه، فالجريد هنا مش هينفع. فاللي انا محتاج اعمل ايه؟ اللي انا ارن كومبليت سيرش سواء بريكيرجن او بالبيت ماسكس، واجرب كل البوسيبل ويز او اجرب كل السب سيكونس واشوف اكبر واحد هيجيب لي لينس فيهم يعني. فده اللي انا هعمله. فهنا انا محتاج اعمل ايه؟ انا مره هجرب اشوف السب سيكونس، اشوف السب، اجيب كل السب سيكونس واشوف لو هو وماكسمايز على الايه، على السب سيكونس اللي هو اللونج السب سيكونس او اللي هو ينفع معايا. فهنا بكل بساطه انا ممكن اعمل ايه؟ هنا مثلا او محتاج مثلا انا ماكسمايز، فهنا انا ممكن اعمل ايه؟ اشوف لو هو هينفع معايا ولا مش هينفع. فهنا مثلا لو هو نفع معايا مثلا، لو مثلا ممكن هنا مثلا ممكن اعمل بوليان تشيك مثلا، بوليان تشيك مثلا خلي مثلا بترو. طيب انا محتاج اشوف في السبسيتس دي لونجست اصلا لونجست ولا لا. فلو هي مثلا مش لونج، لو هي مش هتنفع معايا مثلا، فهقول سبسيت اوف الاي اصغر من سبسيت اوف مثلا خلينا نقول اي ماينس 1. طيب هنا انا بقول الاي ماينس 1، فهنا السب سيكونس دي مش تنفع معايا لان ده مثلا تبقى كده، فده هيكون، ده هيكون اكبر من ده، فهي مش تنفع كده معايا. فساعتها ممكن اقول تشيك بتساوي فولس مثلا. طيب لو السب سيت دي فاضيه هقول هترجع لي الجاربج كولكشن صح؟ انا قلت ان ماينس 1، فهنا محتاج اعمل ايه؟ او مش ان ماينس 1 لحد ان كلها. فممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول اعمل لها كاست الانت، وانا مشيت لحد الواحد لحد السايز كله، فلا مش محتاج ماينس 1. هنا ممكن هنا لو هي فولس خلاص، لو سبسيتي مش تنفع معايا، فهنا لو هي تنفع معايا ايه اللي هيحصل؟ هماكسمايز على السبسيت دوت سايز لو هي تنفع معايا والانسر صح. وهنا برضو محتاج اعمل كاست لونج لونج مثلا، بس في الاخر نطلع الانسر. فخلينا نجرب مثلا، خلينا مثلا نجرب الانسر ده 5 1 4 2 4 3. فهنا ايه اللونجست؟ اللي هي الواحد والاثنين والثلاثة. طيب خلينا نصمم ده مثلا. بطيء ليه كده؟ بيحمل. طيب انا عايز اعمل ساين ان، هات لي بقى لينك المسألة. تمام سبمت السوليوشن. يا رب يحمل. فين اعمل سبميت؟
تمام اكسبتد. حرفيا حلينا 3 4 مسائل كلهم نفس الفكره، انا بعمل كومبليت سيرش على حاجه. في مساله بصراحه بس انا مش عارف اشرحها ولا هحرقها لكم، بس هي فكرتها حلوه يعني، هي موجوده في الشيت. هي دي المساله، بس لا انا عايزكم تفكروا فيها وجربوا حلوها، وجربوا حلوها بالريكيرجن، وجربوا حلوها بالبيتموسكس. تمام، انا هسيبكم تفكروا فيها، مش عايز احرقها لكم بصراحه. ففكروا في المساله دي، كده كده هي موجوده في الشيت. بس يعني دي كانت سيشن النهارده، يعني اتكلمنا فيه عن البيت وايز والبيت ماسكس. لو حد عنده سؤال في اي حاجه ممكن يبعت على الجروب. وحلو الشيت على طول. بس وهنزل لكم لينك فيه تريكس برضو على البيت وايز. انا بصراحه مش بحب، يعني ممكن اشوفهم اول تريكس دي، بس انا بحب استنتج. بس طبعا في حاجات ممكن تكون صعبة، فممكن فعلا انت تعرفها، انت هتخش تقراها وتعرفها. بس انا بصراحة بحب استنتج واشوف انا المسألة ايه المشكلة اللي عندي وازاي احلها يعني. بس كده، لو حد عنده سؤال ممكن يبعت على الجروب او يبعت لي، وشكرا لكم.